السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية إزالة العلامة المائية أو اللوجو من على أي فيديو. الموضوع ده بيتم عن طريق تطبيق اسمه فيديو إريزر زي ما احنا متعودين. هسيب لكم لينك التطبيق في الديسكريبشن تحت الفيديو، تقدر تضغط على الرابط بيتحمل معاك التطبيق اللي احنا شايفينه ده، بتفتحه تمام، وبعدين عندك هنا بتظهر معاك الواجهة دي، بتضغط على الزائد اللي فوق على اليمين وبتختار فوتو لايبراري تمام، وبعدين بياخدك على الجاليري عندك، بتختار الفيديو اللي انت حابب تشيل العلامة المائية من عليه وليكن الفيديو ده، وبعدين بتضغط تحت على دن تمام. الفيديو بيبدأ يظهر معاك هنا زي ما احنا شايفين، بتجد هنا في يمين الفيديو عندك الاي اللي في دايرة دي، بتضغط عليها وبعدين بتختار ريموف ووتر مارك تمام، وبتبدأ هنا تشوف العلامة المائية اللي احنا حابين نشيلها. عندك هنا علامة اشتراك وعندك هنا عبد الرحمن، وتحت عبد الرحمن لو شايفين كلمة الانشوت او اللوجو بتاع البرنامج اللي بيتعمل بيه ايديتنج، وبتبدأ تحط ايديك على الشاشة زي ما احنا شايفين كده، وتحدد الجزء اللي انت حابب تشيله تمام. حددنا اشتراك وبعدين بتضغط على ستارت تمام، بيبدأ يشيل اللوجو زي ما احنا شايفين، وننتظر لحظات طبعا هيتم حذف كلمة اشتراك، وبعدين هنروح على كلمة على عبد الرحمن اللي تحت. طبعا حذف الكلمة، هنشوف دلوقتي كده مش موجودة زي ما احنا شايفين. طيب الكلمة دلوقتي مش موجودة، طب احنا برضو عايزين نحذف اشتراك عبد الرحمن الكلمة اللي تحت، تضغط برضو على الاي وريموف ووتر مارك، وهنا بتلمس الكلمة اللي انت محتاج ان انت تحذفها زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبعدين تحتها كلمة انشوت برضو هنحاول نحذفها زي ما احنا شايفين كده. حددنا الكلمة اللي احنا حابين نحذفها، وبعدين بتضغط على ستارت هيبدأ يحذف الكلمة او اللوجو، ننتظر لحظات. طبعا ده يعني بياخد وقت على حسب طول الفيديو اللي موجود معاك تمام. دلوقتي هنشوف الفيديو تم حذف اللوجو ولا لا. هنشوف، نفتح الفيديو دلوقتي، الفيديو زي ما احنا شايفين بدون كلمة اشتراك اللي كانت فوق، وبدون عبد الرحمن الكلمة برضو اللي كانت تحت. دي كانت الطريقة بمنتهى البساطة عن كيفية ازالة اللوجو اللي موجود في اي فيديو. ارجو لو استفدت من الفيديو ومش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر التنبيهات، لان بنزل فيديوهات كتير ان شاء الله ستنال اعجابكم. شكرا جزيلا على المتابعة.